أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، يا الله لك العلم منك في قرآنه يوم نفع، ومن قلب حتي يمتنا للخشوع رزقيا حلالا طيبا لك بركة، وبنفس لا تشبع وبدعوة لا يستجاب لها، يا الله كريم ورحمن عبادتك يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita rafa'kan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, wa atba' tabi'in, lazina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum ajma'in. Bagi pengurus dan imam bilal IDP Masjid Bukidah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah kita menyambung bacaan Al-Quran Al-Karim pada petang ini daripada surah sambungan ke surah 533. Surah Al-Rahman ayat yang ke-42 muka surat 533. 533 ayat 42 surah Al-Rahman. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء
ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنه الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ و
ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ورمان، فبأي آلاء ربكما فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك للجلال والإكرام؟ صدق الله العظيم.
Tajwid di bahagian yang kedua.